اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. الدكتور احمد سيف، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، بشوفك بتبسط الحقيقه. والله حبيبي يا كابتن، بتبسط فبضحك. ازيك يا كيمو؟ ده كابتن اسلام، عمرك ايه؟ ممكن قبل نبدا الحلقه دي اسال سؤال؟ لا بعد اذنك يعني. اتفضل. ودلوقتي يعني القناه مشكورا عملنا لنا يا جماعه بطوله تنس طاوله داخليه، تمام جميل، وقالوا لنا جوائز قايمه حلو وجوائز كبيره حلو، وبرضو الواحد برضو يعني جاي يلعب باحتراف طبعا، فعايزين نعرف الجوائز. الجوائز عمال يكسب الناس، هو عمال يكسب الناس. هو اللي هياخد البطوله، هو لو ما خدش البطوله فرصه بقى، يبقى احنا كل اللي حابله في حياتنا ده فرصه بقى. زي ما بيقولوا انت مش هتشترك في، انا بلعب تنس كويس، تنس كويس، فانا بقول لهم، قلت لهم يا جماعه 9 الصبح انا ببقى لسه نايم. لا هتلاقوا جوائز قيمه ان شاء الله. ايه اللي هيحصل هتشوفوه بقى معانا، لو كسبت البطوله هتعرف ايه الجوائز القيمه. ايه الاخبار؟ الحمد لله كابتن، كله كويس. اخبار كابتن حسام حسن معاكم ايه؟ اعرف رايك واعرف راي كريم طبعا، دي بدايه دايما اسئلتي اتفضل في خلال هذه الفتره. انا طبعا انا من الناس اللي بتحب الكابتن حسام جدا، يعني كلنا بنحب الكابتن حسام، لكن يعني ككادر بس يعني طبعا هو من الناس اللي هي يعني كان نفسنا طبعا اكيد تمسك المنتخب من زمان، لان هو واحد من الناس الوطنيين اللي عندها روح. بس النهارده لما شفت الجهاز، لا يعني بصراحه كنت اتمنى يكون الجهاز، يعني مع كامل الاحترام للاسماء الموجوده، كنت اتمنى الجهاز يكون افضل من كده. هو اولا الاسبوع اللي فات كنت، يعني ايه افضل من كده؟ معلش افهم. اولا مفيش محلل اداء في الجهاز، تم الاعلان عنه في البيان، يعني ازاي جهاز منتخب مصر من غير محلل اداء؟ محمود سليم موجود. طب ليه ما تمش الاعلان عنه؟ مش موجود. لا محمود بلغ بان هو مشي. اتبلغ بان هو مشي؟ اوكي. طب هو فين؟ ليه ما تم؟ ازاي جهاز فني انا الاسبوع اللي فات قلت لحضرتك عينه الكابتن محمد يوسف، ازاي اعينه مدرب مساعد قبل ما يعلنوا الجهاز؟ الاسبوع ده شاله الكابتن محمد يوسف. طيب عينه النهارده الكابتن حسام حسن، طب فين محلل الاداء الموجود في الجهاز؟ الحاجه الثانيه انا شايف ان في طبعا الكابتن طارق سليمان هو يعتبر الدراع اليمين للكابتن حسام حسن وبيثق فيه جدا، ماشي، لكن انا شايف ان في اسماء كمدربين حراس وجهه نظري افضل من الكابتن سعفان، ومدرب مساعد انا ما اعرفش الكابتن محمد عبد الواحد هل كان عنده مثلا درب منتخبات قبل كده كتير او درب مثلا انديه كبيره، لازم عشان اجيب منتخب مصر يعني حد يدرب في منتخب مصر لازم يكون عنده خبرات قويه، حد يساعدك. الكابتن حسام واحد من الناس اللي عندها روح وهتدي دفعه، بس مهم ان هو يطور حاجتين. اول حاجه لازم يبتعد عن العصبيه تماما تماما، الحته دي لازم يطورها، لازم حته بقى ان انا اتعصب على الحكم اقللها شويه، خاصه ان انا بلعب دلوقتي باسم مصر او ان انا بدرب منتخب مصر. الحاجه الثانيه محتاج حد معاه بقدرات فنيه عاليه يعني تساعده، تقدر ان هو يعني هو طبعا هو كادر كبير جدا بس محتاج حد فني. انا ما اعرفش الكابتن محمد عبد الواحد هل هو مؤهل للمنصب، هيبقى هو طبعا اسم كبير بس مش عارف، يعني مش عارف بصراحه، كان ممكن يكون في اسماء اقوى من كده، دي وجهه نظري، احسن من كابتن سعفان واحسن من كابتن محمد عبد الواحد. في النهايه ده اختيار كابتن حسام، وانا شخصيا شايف ان هو اختياراته هي، انا وجهه نظري هي اللي هتمشي، لان هو تمشي. هو بيختار الجهاز اللي هيشتغل معاه وهو اللي هيتحاسب بالظبط. بس انا بتكلم، انا واحد يعني نفسي تجربه الكابتن حسام تنجح طبعا، فعشان كده طبعا اتفضل فعشان كده انا نفسي ان يبص على يعني ازاي يا كابتن حسام ما فيش محلل اداء في الجهاز، احنا المفروض يمكن هيحط بقى الفتره الجايه. طب ازاي بنعلن الجهاز ما يكونش كامل؟ أوكي. لازم الجهاز الفني للمنتخب يتعلن يكون لك كامل. ما هو اعلن ان محمد يوسف موجود مع جهاز فني اجنبي، وتاني يوم قال كابتن حسام. الحاجه الحلوه اللي عجباني ان هو جايب مدرب احمال برازيلي، حلوه جدا. المدرب ده اشتغل معاه في الاردن. أوكي. مدرب كويس. أوكي. يعني زي ما بقول السلبي بقول الايجابي، ان هو فعلا مختار مدرب احمال كويس، وانا بثق دايما في المدربين الاحمال، دايما لما بيكونوا اجانب بيكونوا كويسين، خاصه في الحمل البدني. طبعا انت شغل المنتخب غير شغل الانديه، برضو هم قالوا ان الجهاز الاداري والطبي هو بس نقطه محلل الاداء دي يعني محتاجه ان هي تتطور. لو استعرضنا ارقام كابتن حسام حسن خلال مسيرته التدريبيه، يعني هو كابتن حسام لما اعتزل اشتغل من سنة 2008 مدرب، دي حاجة برضو تعتبر كويسة، ان انت من 2008 مدرب، لا درب 424 ماتش، كسب 179 مع كل الاندية والمنتخب الاردن اللي دربه، نسبة الفوز 42%، نسبة كويسة يعني، النسبة برضو تعتبر كويسة. اتعادل 141 ماتش، خسر 104 ماتش، هو مدرب ريسكي بيحب يلعب دايما على المكسب. احرز اهداف 596، استقبلت شباكه اهداف 462. يمكن الكابتن حسام من المدرسة الضغط العالي، من المدارس اللي بتخلي دايما حد بيعمل تمرير طولي ويعمل ضغط عالي ويعتمد على الكرة التانية،
دي مدرسة الكابتن حسام دايما، من خلال اللي احنا شفناه في اخر سنين دايما بيحب يلعب على الضغط العالي، وان انا بضغط دايما وبحط يعني بخلي واحد من المساكين يطول الكورة، بيلغي مراحل البناء خالص، بيطول الكورة في ملعب الخصم وبعد كده بيعمل ضغط عالي، يمكن ده اسلوب لعبه. برضو ممكن نشوف برضو ان هو الاندية مثلا اللي قام بالتدريب فيها، يمكن درب المصري 4 ولايات في المصري، المصرية للاتصالات، الزمالك، الاسماعيلي، المقصة، منتخب الاردن، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحه، طبعا اسماء انديه كلها كبيره، يعني الانديه اللي درب فيها برضو انديه، بس ما خدش ولا بطوله، نتمنى ان هو ياخد البطوله مع منتخب مصر. الحاجه الوحيده اللي محتاجها الكابتن حسام في السي في بتاعه ان هو ياخد بطوله. دي برضو حاجه تنقصه. ارقام مدربه كمدرب لمنتخب الاردن، عايزين نشوف ارقامه لما مسك منتخب عامله ازاي. لعب معاهم 14 ماتش. كسب 7. نسبة الفوز بتاعته 50% في منتخب الأردن، يعني 7 من 14، أرقام كويسة. برضو نجح أنه يوصل للملحق وقابل أورجواي في تصفيات كاس العالم، ووصل لكاس آسيا. برضو دي أرقام تعتبر، أنا بتمنى إن شاء الله أن التجربة تنجح، لكن زي ما قلت محتاج، كنت أتمنى أن الجهاز المعاون، دي أرقامه مع منتخب الأردن 7 من 14، دي أرقام كويسة، 50% فوز. طبعا الأردن ما كانتش في نفس القوة الحالية الموجودة الحالية أن هي واصلة نهائي كاس آسيا. الأردن زمان ما كانتش زي دلوقتي. فهو بالنسبة لي كنت أتمنى أن هو كان يعلن معاه محلل أو اتنين أداء كمان، أتمنى أن كان يبقى معاه كادر أقوى من كده. لازم يبقى معاك حد مع الكابتن طارق سليمان، لأن أنا متأكد أن هو دراعه اليمين الكابتن طارق بيثق فيه جدا. أتمنى أن هو كان يكون مع حد أقوى من كده كمان. أقوى من مين؟ من الكابتن محمد عبد الواحد والكابتن سعفان الصغير. انا شايف ان في كوادر، يعني الكابتن احمد ناجي، الكابتن عادل المامور مثلا في نادي، الناس دي كلها، كابتن فكري في النادي زد، الناس دي كلها بتدرب بشكل كويس وعندها خبرات. مش يعني هو الكابتن حسام من الناس اللي هي ايه، يعني بيثق في حد فخلاص، ممكن ان انا اطور في الحته دي. فهي النقطتين بس اهم حاجه. خلي بالك هو في الاخر يا احمد، هو اذا كان بيثق في حد وخلاص، لا، انا وجهه نظري ان كابتن حسام لا بيعملش كده. كابتن حسام مش هيثق في حد وخلاص على حسابه. يعني ايه؟ يعني هو لو مش متاكد ان كابتن سعفان وكابتن محمد عبد الواحد ليهم دور معاه خلال الفتره اللي جايه، وما اعتقدش ان هو كان زي ما انت قلت كان جاب كابتن. ما هو على فكره الاجنده كانت مفتوحه، او يعني الكتاب كان مفتوح يا كريم، ان انا اقدر اختار من اريده. ومحدش، بالعكس كل الناس كانت هتقف معاه سواء كده ولا كده، احنا كده كده واقفين معانا. ولكن هو خلاص هو شايف ان هذه المجموعه هي المجموعه القادره على تولي المهمه خلال الفتره اللي جايه. انا اعتقد كابتن حسام حط في اعتباره ان هو عايز يامن اوضه اللبس، وعايز تبقى اوضه اللبس من التيم اللي شغال معاه هاديه، وتيم ما فيهوش اختلاف وجهات النظر. فبالتالي هو اختار الاسماء اللي تتماشى مع فكره. طبعا احنا كده كده بنتكلم اصلا العنصر الجديد دخل عليه محمد عبد الواحد، بقيه العناصر الجهاز كلها معاه اصلا. في اي نادي راح يتدرب فيه الكابتن حسام حسن الجهاز ده كان معاه. فبالتالي هو بص لحته، انا مش عايز اختلافات كتيره في وجهات النظر. اوكي، هو اكيد هو حر، يعني برضه خلينا بكل امانه نفس المبدا اللي حطيناه لفيتوريا، نفس المبدا اللي حطيناه لكيروش، هو حقه ياخده. انت اشتغل زي ما انت عايز بالظبط، شايف نيجي نحاسبك اللي موجوده، عشان لما تيجي تتحاسب ما يجيش يقول ما انت فرضت عليا حد. وبالمناسبه بمناسبه الحساب، كابتن حسام كل مصر تقريبا واقفه معاه، ولكن يعني انا سمعت الاستاذ خالد ابو بكر بيتكلم في هذا الامر، لما بيقول لك يعني ان ايه، الناس خايفه تنتقد حسام. دي طبعا دي مش حقيقه، ان احنا مش بننتقد حسام، بالعكس احنا ممكن عشان مش رياضي، يمكن عشان مش رياضي مش فاهم الموضوع يا استاذ خالد. هو الموضوع عباره عن ان احنا كلنا بنحب كابتن حسام وبنحب كابتن ابراهيم ونفسنا ان هم ينجحوا، ولكن انا شخصيا واحد من الناس اللي بيحب بلده اكتر من اي حد، لو لقيت الكابتن حسام ولا الكابتن ابراهيم قالوا حاجه او اخطاوا في حاجه او عملوا حاجه زي ما كان احمد بيقول العصبيه، انا متاكد بقى واللي انا فاهمه واللي انا حتى طريقه كلامهم اختلفت بسرعه جدا في خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا. انا اسف يا كريم. لا مفيش مشكله خالص، بس فكره حته يا كابتن اسلام ان احنا يعني خلينا يعني نمشي من حته تعيين حسام من عدم، خلاص ده بقى حقيقه واحده. لا 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 خلاص، دي خلصنا منها. احنا عايزين نشوف هنشتغل ازاي الفتره الجايه، وكمان كابتن حسام حسن بكل امانه ايه الحاجات اللي هو محتاج يعملها عشان يبقى النهارده شايف ان الطريق مختلف عن طريق الانديه. تدريب المنتخبات غير تدريب الانديه جدا. ودلوقتي كابتن حسام حسن في ظل الفتره الاخيره اول حاجه هو مطالب بيها نسيان جميع الخلافات الشخصيه حقيقي اللي حصلت ما بينه وبين اي لاعب ايا كان اسمه
داخل مصر، اي لاعب، اي صحفي، اي مسؤول، اي حاجه. النهارده انت مدير فني منتخب مصر، اذا كان عندك قبل كده رؤيه فنيه لاكس من الناس، اسف خلاص الموضوع انتهى. انت النهارده لازم تقعد تتفرج على جميع اللعيبه وتقيمهم من منظور مختلف. النهارده بنتكلم بكل امانه، الكابتن حسام حسن في كاس الامم الافريقيه كان محلل فني في احد القنوات الفضائيه، فقام بانتقاد لاذع لمحمد صلاح من واجب شغله. خلينا نتكلم بصراحه، طب كان ايه وظيفته ساعتها؟ محلل فني. وانت بتنتقد خلاص اوكي. النهارده انت مش محلل فني، النهارده انت مدير فني منتخب مصر، يجب ان تتعامل مع اي شخص انت انتقدته كانه لاعب عندك، تبص له بنظره المدرب للاعب مش نظره المحلل للاعب. فكابتن حسام حسن محتاج ان هو يطبق المبادئ دي، محتاج ان هو يلغي اي حاجه ربما يكون اشتغل بيها في الانديه، لان بكل امانه انت هتقعد ست شهور نظري في السنه، محتاج تبص، محتاج تدرس، محتاج تشوف وتختار طريقه اللعب المناسبه لمين، مش مناسبه لحسام حسن. زي الانديه مثلا ثابت قال كلمه حلوه، كابتن حسام حسن في كل تجاربه مع الانديه كنا بنشوفه بيحب الضغط العالي وبيحب الطرق وبيحب بزق الكرات الثابته وبيحب ال كل ده كويس الضغط. جميل. ممكن في بعض الاحيان ما يناسبش. لا لا طب خلي بالك، هو في بعض الاحيان ما تجيش تقول لي اصل انا ما بعرفش اعمل غير كده. لا هو ما ينفعش في بعض الاحيان. في مباريات الاهلي والمصري مثلا كان لما يجيب جون بيرجع يقف ورا، يعني انا اقصد ان هو بالعكس انا شايفه ان هو مدرب متغير، يعني بيعتمد على ان هو بيضغط من الامام وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت خلاص انا جبت الجون اللي انا عايزه هنزل اقف واعتمد على الهجمات المرتده مثلا. يعني في منتخب مصر طبعا الوضع هي مختلف، اللي هتفرض عليه طريقه اللعب مش العكس. هو في المصري من حقه تماما يروح لرئيس النادي المصري كان ابو علي يقول له على فكره انا مش هلعب بدول، انا هلعب بالطريقه دي وفي الصيف الجاي همشيهم وتجيب لي غيره. حقه في منتخب مصر ما ينفعش. لا ينفع، لان هو اللي بيختار يا كريم. لا لا مش قصدي مش عارف مش فاهم هو بيختار. اللي بيختار مثلا مثلا يعني وانا بختار. لا معلش خلينا نفتح لطيف حلو افتح. وانا بختار احمد ثابت وكريم سعيد. جميل. ما بختارش سمير عكاشة ومحمود سعيد. جميل. ليه ما بختارهمش؟ لانه ثابت وكريم هم اللي بيناسبوا طريقه لعبي اللي انا عايز العبها. حلو. اللي من وجهه نتناقش بقى اكمل لك. اللي من وجهه نظري جميل هتخليني اكسب او تخلي منتخب مصر يكسب خلال الفتره اللي جايه. جميل. مين يقدر يتكلم في هذا الامر فنيا؟ صح صح صح. اوكي هشرب برضه ثابت معانا في الحوار. هل ينفع مثلا ثابت المعسكر الجاي كابتن حسام حسن مثلا لو مختلف مع مصطفى محمد في حته راس الحرب مثلا؟ بقول مثلا يعني مش بقول معلوم. هل ينفع ما يختاروش؟ هو مختلف مع عمر كمال. عمر نعم؟ كمال عبد الواحد هو مثلا طلع بيتكلم. بنتكلم فني. بنتكلم فني مش شخص. خلي بالك لا هو بنتكلم فني. ايوه بس هو تحديدا الكابتن حسام عنده لازم يبعد عن حته الحب والكوره. خلاص ما هو ده لا احنا عديناها. احنا دلوقتي بنتكلم فني مثلا. كابتن حسام حسن نفترض بيحب المهاجم اللي هو ايه اللي مش بيضغط. مش كلاسيكي. مش كلاسيكي. بيحب المهاجم القصير اللي زي بيرسي تاو كده فولس ناين مثلا يعني. هل زي كهربا مثلا. هل ينفع النهارده كابتن حسام حسن كابتن اسلام في معسكر ما يستدعيش مصطفى محمد المتالق مع نانت الفرنسي بشكل مخليه النهارده يا كريم؟ ما هي بالعقل يا كريم. انا بقى بسال. لا لا ما هي ينفع. لا 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 ما هو طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان انت زي ما انت قلت اهو. يبقى هو هنا هيعمل ايه؟ هيطبق طرق لعبه عشان تتناسب مع اللعيبه امكانيات اللعيبه الموجوده. الله لا بس مظبوط اوكي. ولكن في نفس الوقت على الجانب الاخر هو ممكن يروح يقول لمصطفى بس مصطفى انا شايفه ان هو بيعمل اللي حسام عايزه اللي كابتن حسام عايزه. يعني مصطفى محمد بيعمل اللي كابتن حسام عايزه. فخلينا نكمل كلامنا على مصطفى. مصطفى لو انا مش شايف ان مصطفى بيعمل كده هقول له لا مصطفى انا عايزك الفتره اللي جايه تبتدي تشتغل على ان هو مصطفى هو الافضل في هذا المكان. لا احد يستطيع ان ينكر هذا الكلام. يعني ما تقدرش تجيب اي اسم اخر وتحطه مكان مصطفى خلال هذه الفتره لانه مصطفى هو الافضل من كل النواحي. طيب من كل النواحي. خلينا نعلى بالنقاش اعلى عشان النقاش هنا حلو قوي بصراحه. محمد صلاح. محمد صلاح لا 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 حاليا لا 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 ما ينفعش تتكلم على محمد صلاح. ما بس ما بيدافعش. لا انا ما هو خلي بالك هو كابتن حسام كان عنده حسن علي في المصري ما بيدافعش. اوكي ما بيدافعش برضه. ليه؟ حسن لعيب كويس بيلعب بشماله وبتاع رقم 10 وبيلعب 8 رقم 10 بيلعب 8 يعني وكان بيلعبه 8 ما كانش بيدافع كان بيخليه يطرفه لما تتقطع منه الكوره كان بيخلي ميدو اعتقد جابر او حد كان لان انا حافظ طريقه لعب كابتن حسام او جريندو او حد يخليه يخش لجوه ويعمل. هناك حلول للطريقه اللي انا عايزها تتناسب مع اللعيبه اللي انا ما اقدرش اعمل معاهم حاجه اللي هم محمد صلاح اللي هم مصطفى محمد اللي هم تريزيجيه ان هم مرموش اللي هم في حالتهم الطبيعيه انا مش هقدر ما اجيبهمش. صح لانه مصر كلها هتسالني صح
هو مش هجيبهم ليه؟ طب. مش عشان لا لا انا اخليهم يتناسبوا مع طريقه لعبي، اخلي طريقه لعبي زي ما كان بيعمل. يجيب فلان يدخله يلعبه تحت حسن، تحت مصطفى، يجيب حد من زيزو يلعبه تحت صلاح، ليها مليون حل يعني. وجهه نظري طبعا الفنيه يعني. لكن هو كابتن حسام ممكن يشوف حاجه تانية خالص. في اسماء اي مدير فني هيجي لازم هياخدهم، لازم هيوظفه يعني. وانت لما يبقى عندك اللعيبه دي يا مستحيل احمد مستحيل يعني. واحد زي محمد صلاح ده انا يعني اكيد اي مدير فني هيجي هياخده هيوظفه مثلا طبقا. اصل امكانيات محمد صلاح خارقه مش امكانيات عاديه. ممكن لو اداؤه وحش. فيتوريا ما استفادش من صلاح. ايوه عشان مش عارف يستفيد منه بقى، دي حاجه ثانيه. كان ما كانش كويس، كان مدرب لا كان سيء فنيا جدا. لكن كابتن حسام اعتقد ان هو هيوظف. عنده وجهه نظر، خلي بالك ده تحدي كبير جدا بالنسبه له. طبعا. هو عمل كل حاجه مع النادي الاهلي، عمل كل حاجه مع منتخب مصر، عمل لاعب كلاعب طبعا كلاعب. ما هو ده خلينا نتكلم عن منتخب مصر. كان منتخب مصر انا وصلت مع منتخب مصر خدت بطوله الامم الافريقيه، خدت افضل لاعب في الامم الافريقيه، خدت هداف كاس عالم، وعايز لعبت كاس عالم، كاس عالم. عايز ابقى مدرب وابقى مدرب في كاس العالم عشان تبقى اتعملت لعيب ومدرب. وبالتالي عايز اخد امم افريقيا عشان ابقى لعيب ومدرب، خدتها لعيب ومدرب. فبالتالي عنده تحديات كبيره. وبعدين كابتن حسام الفتره اللي فاتت كان هو نفسه بيطالب بوجوده كمدير فني للمنتخب، وبالتالي وجهه نظري ان عنده تحديات كبيره جدا وعوامل نجاحه اكتر من عوامل فشله. برافو عليك. كل عوامل نجاحه اولها كبير الابتعاد عن العصبيه. انا بقول لك اهو، انا بقول لك وتاخدها عني، انه كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ستجد اثنين متغيرين تماما في هذا الامر. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان شاء الله يا ربي هيعملوا حاجه ما تفهمش، ولكن ده اللي واضح منهم ان هم هيعملوا كده. لانه انا لو مكانهم، اي حد لو مكانهم هيعمل كده، هيتغير فيما يناسب الاسم اللي انا شايله. صح. هو اهم حاجه هيرجع الانضباط، ان فعلا المعسكر بدل اللي هي الهرجله اللي كانت موجوده في كاس الامم دي، ان مثلا حد بيسافر حد بيرجع. لا كابتن حسام اهم حاجه يعني اهم ميزه هيضيفها الانضباط وعوده الروح. حقيقي دي اهم ميزه. بعد كده عشان كده انا كنت حابب ان الجهاز المعاون، انا لما بقول حته الجهاز المعاون، احنا مثلا بنقول ان كل جهاز كل مدير فني ليه الحق ان هو يختار، بس انا برضو مش هغلط نفس الغلطه اللي عملها روي فيتوريا. روي فيتوريا كان واحد من الناس برضو، سمعت محمد عبد الواحد كتير بيتكلم في البرامج يعني. فكان له وجهه نظر في وجوده مثلا في وادي دجله لما كان وادي دجله، فكان له وجهه نظر مع المدربين اللي بيشتغل معاهم يعني. هو كابتن محمد عبد الواحد برضه اشتغل في ليرس تقريبا، كان مدرب مساعد في ليرس البلجيكي، بيتقال ان هو برضه كادر كويس. بس اكيد انا كنت بتكلم ان طبعا راجل محترم وكادر محترم، بس كان في كوادر اعلى، كوادر مؤهله. أوكي. مسكت مناصب اعلى مؤهله ان هي تتحط في منتخب مصر. اوكي. طيب. يعني انا شايف كابتن واحد زي كابتن محمد شوقي نجح مع كارلوس كيروش دلوقتي حاليا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واحد من الحاجات المناصب مثلا اللي كانت ممكن تكون مرشحه مثلا. في كوادر كتير بدون ذكر الاسماء يعني، فكان ممكن ان حاجات زي كده هتبقى اعلى. بس ممكن يكون الكابتن حسام عايز حد اللي هو ايه، ما يعني زي ما كريم قال كده، يحافظ على اوضه اللبس. مش عايز مشاكل، حد هيقول له نغير نعمل كذا، لا من الاخر. طيب حصاد بقى كاس الامم الافريقيه وابرز الدروس المستفاده في هذه البطوله الرائعه الحقيقه. ماشي ناخد الحصاد. احنا عاملين حصاد كده، هداف البطوله الاول طبعا ايميليو انسوي اللي هو بيلعب في غينيا الاستوائيه، 5 اهداف. الرقم الوحيد لمصر عمر مرموش، رغم ان مصر خرجت بدري من البطوله من دور ال 16، الا ان عمر مرموش المفاجاه خرج ان هو اكتر لاعب مراوغات ناجحه في البطوله ب 12 مراوغه. ده دليل ان احنا عندنا لاعب ما شاء الله في المراوغات الناجحه في الحل الفردي. ومحمد عبد المنعم ثالث افضل ممرر في البطوله. معدل تمريرات الاكثر صناعه للفرص لوكمان طبعا بتاع نيجيريا، ادينجرا في كوت ديفوار. بص بقى على ارقام مكوينا يا كابتن اسلام كريم، مكوينا لعيب صن داونز عمل بطوله. انا بصراحه يعني نفسي يجي النادي الاهلي. طبعا هو صن داونز صعب يبيعه لك، بس مكوينا لعيب هايل في وسط الملعب. صحيح. لعيب كبير قوي. الاكثر صناعه للفرص 12 فرصه، يعني هتلاقيه رغم ان هو وسط ملعب 8. الاكثر تمريرات صحيحه هتلاقي ايفان اللي هو مدافع كوت ديفوار اللي بيلعب في روما، وهتلاقي مكوينا. بص ارقام قلب كمان. الاكثر محاولات على المرمى هتلاقي فيكتور اسمين مهاجم نيجيريا ومكوينا بتاع جنوب افريقيا. الاكثر تدخلات دفاعيه مافالا، والاكثر تاكلينج موديبا، الاثنين بيلعبوا في صن داونز طبعا. مافالا كان ممتاز جدا في الرايه الترجيح. انا بصراحه كنت قلت هيضيع عشان هو مساك وعنيف كده، بس بصراحه كان ممتاز. بس طول ما هو معاهم ويليامز اللي عايز يضيع. ويليامز عنده رقم يا كابتن اسلام، رقم غريب مش هتحسه. خلي بالك صعب يكسب
ركلات ترجيح في البطوله. بص حصلتش. تاكيدا لكلامك انا معايا تشكيلين مثاليين، واحد من صوفا سكور واحد من هو سكور. بتاع صوفا هو الامانه المنطقي. بص اعرض نعرض التشكيلين الاثنين يلا يا تشكيل صوفا سكور ودوت. ده التشكيله المثاليه لكاس الامم الافريقيه. في حراسه المرمى ويليامز، يعني الموقعين مختارين ويليامز احسن حل. حارس منتخب جنوب افريقيا. نبدا الاول بصوفا سكور، لوكاس كوستا مدافع الراس الاخضر، وباسي اللي هو مدافع كوت ديفوار. نيجيريا. اشرف حكيمي باك رايت. لا هات الصوره الثانيه، ده هو سكورت. هات الصوره الثانيه بتاعت صوفا سكور، هو ده نيجيريا. واشرف حكيمي ظهير ايمن منتخب المغرب، ماسوكو ظهير ايسر منتخب الكونغو، مكوينا اللي هو لعيب جنوب افريقيا، فرانك كيسيه في كوت ديفوار، كامارا في مالي، والثلاثه اللي قدام ادينجرا ده احسن لاعب صعد في البطوله بتاع كوت ديفوار، ولوكمان نيجيريا، وجيلسون دالا من انجولا. هات التشكيله الثانيه بقى بتاعت هوسكورت. ما فيهاش غير ويليام وموكي ومكوينا من جنوب افريقيا. هم مختارين برضو ويليامز، مختارين جاسبر مدافع انجولا، لوكاس كوستا في الراس الاخضر، ده واحد من المفاجات المدافع ده في كل الاختيارات، ماسوكو برضو في الكونغو، اشرف حكيمي في المغرب، عز الدين اناحي من المغرب، فرانك كيسيه من كوت ديفوار، ساديو ماني وكريبن دياتا الاثنين من السنغال. دي غريبه جدا اختيارات الاثنين دول، ده اختيار مش منطقي. والاثنين اللي قدام ايميلو ومصطفى محمد، دي اختيارات هوسكورت. خلي بالك مصطفى يستحق صراحه، لانه عامل بطوله رائعه، واحده من افضل البطولات اللي عملها مصطفى محمد. واربع ماتشات، خلي بالك هو وجايب اربع اهداف اعتقد ولا خمسه حاجه كده. عايز اقول لك رقم لادنجرا اللي هو لاعب كوت ديفوار الجناح الايسر، عمل في ماتش الفاينل، ماتش الفاينل تسع تمريرات حسم داخل منطقه جزاء نيجيريا. لاعب هو الشوط الثاني تقريبا هو اللي رجع كوت ديفوار للكاس، يعني بيتكلم 2 اسيست. الولد كان بيلعب في برايتون وعنده 22 سنه وثمنه في السوق 26 مليون دولار. ده كانت تتخيل كابتن اسلام الولد ده نهايه الموسم ده هيقفز قفزه رهيبه. بعد الفوز طبعا. لا وهو كمان ستايل لعبه فعلا، ستايل لعبه مزيج من الدريبلينج مع السكيلز، هو بيرقص وبيجري. بصراحه عمل شوط تاني على المنتخب النيجيري، رغم بصراحه ان كل امانه نيجيريا عملت مباراه ممتازه، بس حلاوه البطوله دي ان هي فعلا طلعت لنا نجوم جدد، واعتقد منتخبات جدد ومنتخبات جدد بصراحه. فاكر وانا سمعت كلمه لسباستياندي صبر قال فيها انه لا مش منتخبات جديده ولا صغيره ولا حاجه، ولكن المدربين الاكثر اجتهادا. هو مع حق، اللي هم بصراحه في المؤتمر الصحفي ده اللي هو قال في الكلمه دي، هو كان حاسس ان هو حاسس بالظلم، هو عم يقول له صعود الكونغو الديمقراطيه للدور ده مفاجاه وبتاع، قال لهم انا اجتهدت، انا اشتغلت وتعبت، انتوا ليه محسسين ان احنا يعني خدنا حاجه ما نستحقهاش يعني. خلي بالك برضه يا اسلام في كاس الامم الناس متعوده على اسماء منتخبات معينه. صحيح. فالنهارده في الاخر خلي بالك ما هي القوى التقليديه هي اللي وصلت النهائي برضه. تقليديه. صح بس خلاص اتغيرت. يعني لما بتشوف كونغو الديمقراطيه في السيمي فاينل برضه، كافيردي النهارده بقى منتخب حلو، انجولا بصراحه عندهم كافيردي ولا راس الاخضر؟ كابتن ضيا طبعا حبيبنا واخونا، وكابتن ضيا حتى كتب على كانت جميله منه بصراحه، الحركه كانت جميله منه يعني. طبعا واحد ممكن ينسى وهو بيتكلم على فكره، فبتعدي عادي ما كنا بنغلط يعني، عادي ما كنا بنغلط وكنا يعني جل من لا يسهو طبعا. بس المشكله مش في الغلطه، المشكله ممكن تبقى في وجهه النظر اللي ما تبقاش منطقيه مع الكوره يعني، دي اللي ممكن ساعات بتزعل الواحد. صحيح. طيب خلينا بقى نروح، دي ابرز الحاجات الخاصه بكاس الامم الافريقيه. عايزين تتكلموا في حاجه ثانيه تخص كاس الامم؟ لا تمام. خلينا نروح بقى لتحليل فريق شباب بلوزداد. شباب بلوزداد فريق جيد وكل حاجه، ولكن الحقيقه الاهلي افضل. طبعا نذكر الناس الاول كمان بترتيب المجموعه، لان بقى لنا فتره قوي فالناس اكيد نسيت ترتيب المجموعه. محدش الاهلاويه ما بينسوش يا ابو حميد، ما تقولش كده. طبعا النادي معانا ترتيب المجموعه، النادي الاهلي الاول، لعب ثلاث ماتشات، احنا كسبنا ماتش وتعادلنا ماتشين، ما خسرناش ولا مباراه. أوكي. قدامنا الجدول اهو. النادي الاهلي من ثلاث مباريات احرز اربع اهداف، عندنا كام نقطه؟ خمس نقط. يانج افريكانز الثاني، لعب اربع مباريات، كسب ماتش وتعادل ماتشين وخسر ماتش واحرز خمس اهداف وعليه برضو خمس اهداف والنقاط برضو خمسه. يعني يانج افريكانز النقاط خمسه، فده النادي الاهلي ويانج افريكانز متصدرين بخمس نقاط، يليهم مديامة باربع نقط من اربع ماتشات، شباب بلوزداد الاخير في المجموعه من ثلاث ماتشات وعنده اربع نقط. فالمجموعه
يعني المجموعه مولعه مولعه، الفرق نقطه، النادي الاهلي الاول، شباب بلوزداد بالنسبه له الماتش ده حياه او موت. حقيقي. ليه؟ لازم هو لازم يكسب النادي الاهلي عشان عايز يبقى سبعه، لان دي فرصته، ماتش على ملعبه، فعايز يبقى سبعه بحيث ان هو يخش في اللعبه. لو اتعادل برضه هيخش في دوامه لسه، ان هو مثلا هيبقى خمس نقط، فهيبقى برضه لسه عنده فرصه. فالفرقتين سواء النادي الاهلي او شباب بلوزداد لمصلحه كل فريق ان هو ما يخسرش. بس بلوزداد عنده نقطة مهمة، ان هو ماتش والاوي في الدور الثاني مع يانج افريكانز في تنزانيا، وده ماتش صعب طبعا. هو عنده ميديام اف في الجزائر، وطبعا ماتش الجمعة يفترض ان هو اصعب عليه، يعني النادي الاهلي طبعا بكل امانة فيه فجوة، احنا شفناها في ماتش اسكندرية هنا حظهم بصراحة منبلحي بصراحة بكل امانة عمل مباراة ساعتها مش هيلعب الماتش الجاي، مش هيلعب مصاب، بس بصراحة هو الف سلامة طبعا عمل مباراه في برج العرب كانت ممتازه، وشال اكثر من هجمه خطيره النادي الاهلي، والنادي الاهلي بصراحه ضيع كميه فرص كانت سهله. كنا ممكن النهارده يعني نقعد بس قاعدين احنا خلاص مؤسسات المجموعه منتهيه، بس في كل الاحوال النهارده انا بشوف ان صعوبه اللقاء الجاي ده يا كابتن اسلام في حاجتين، زي ما قال ثابت ان احنا فعلا بقى لنا 45 يوم في اجنده دوليه، الناس نسيت وخرجنا بره المود ده، يعني بره مود دوري ابطال افريقيا بقى لنا كتير، وعدد الاصابات اللي بتهاجم النادي الاهلي الفتره الاخيره 12 لاعب غياب ما يقرب 12 لاعب المباراه الجايه، لسه في كام لاعب لسه لم وفي مراكز يعني متعدده، يعني حراسه المرمى عندك غياب، في الدفاع يعني شناوي عمر كمان عبد الواحد طبعا مش متأيد، وعندنا برضو محمود متولي مصاب، وعندنا فؤاد في خط الوسط لسه اعتقد ديانج ربما ما يلحقش بالمباراه، في الخط الامامي بيرسيتاو، وكمان غياب كريستو، وكمان غياب وسام ان هو برضو مصاب، يعني برضو في مجموعه، والزنفولي طبعا برضو مش متأيد، ففي مجموعه برضو عندك كنت ممكن تعول عليها، لكن بكل امانه ان شاء الله يعني نتمنى عوده رضا سليم، وجود طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وكهربا باذن الله، مروان عطيه مودست خلي بالك هو تألقه في مودست مودست يقال، يعني احنا ما شفناش بصراحه، انا ما شفتش بس يعني انا شفت بجد ايه بقى مش هقول لكم طبعا ما هو الراجل ما زعلش على لا زعلنا الماتشين على قناه لا لا لا, لا ما زعلش الماتش الثالث لا بس في ماتشين ما هو جاب جونين بس جاب جون هو جاب جون من درجه في الماتش الاولاني جاب جون الماتش الثالث سموحه جاب جونين جاب جونين الماتش الجونين دول ما حدش شافه وفي سموحه كابتن اسلام مع الستر المهم اتفرجت على الماتش في الاستاد بس عايز اقول ان مروان عطيه وامام عاشور عليهم طبعا دور كبير جدا جدا في خط الوسط ان هم اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره هيبداوا اساسيين، وهيضطر طبعا مارسيل كولر ان هو اكيد ربما بنسبه كبيره برضه يدخل قفشه كلاعب ثالث او ربما يلجا رضا سليم على حسب يعني، بس اكيد الاثنين دول رضا سليم عاطق يعني بقى له فتره خلي بالك برضه، هل من الممكن ان نراه في البدايه؟ انا بصراحه يعني واثق جدا جدا في قدرات رضا سليم، وبشوفه بامانه لعيب كبير يعني لعيب مش محتاج يثبت نفسه ولا ما لا لا مش يثبت، ولكن ان هو بقى له اربع خمس شهور اعتقد والله الثقه كابتن اسلام عايز اقول حاجه، يعني بعد الاصابه الثقه بالنفس جيدة اعتقد بتبقى طيب. جزء مهم قوي 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 ان انت تراجع نفسك بسرعه، اللي بيبقى عنده شك او بيلعب وهو خايف او قلقان بياخد وقت شويه، فانا ان شاء الله اتمنى بصراحه رضا سليم كله دور في المباراه دي، وان شاء الله باذن الله باذن امام عاشور ومروان عطيه يبقوا في الموعد. ابرز ارقام شباب بلوزداد معانا الارقام ومعانا التشكيل فضل. التشكيل الاول في حراسه المرمى المتوقع ليهم، يمكن اللي اختلف هنقول برضو اللي اختلف عن الماتش اللي فات عن الماتش ده، في حراسه المرمى اليكس جندوز اللي هو الحارس الاحتياطي ده هيبقى ده مكان مبلحي اللي هو المصاب، ده لعب اخر ماتشين في الدوري، يمكن هم لعبوا ماتشين في اخر اسبوع ده، فهم برضو جاهزين، فرقه جاهزه الاثنين المدافعين شعيب قداد، وده اكتر لعيب كسبوا اخر ماتش كسبوا الماتش اللي قبله خسروا، ومعانا ملخص الماتش هنستعرضه كويس جدا. شعيب المدافع ده اكتر لعيب بيعمل تمريرات طوليه، معاد حداد ده برضو مساك كويس جدا عنده خبرات، مختار بالخيطر خلوا خلي ده لغايه لما خلص وبعد كده بهات اللقطات بتاعته مختار بالخيطر ظهير ايمن، يوسف العوافي ده باك ليفت ده هيرجع، هو كان بيلعب في الماتش الاولاني كان مختار بالخيطر، حسين بن عياده هو اللي كان بيلعب باك ليفت، بس حسين اعتقد ويوسف احسن من حسين، بس يوسف الاساسي لان بن عياده اصلا ايمن باك رايت فهم. فهو لعبه لما يوسف اتصاب فاهم، فهو خبره كبيره جدا طبعا عيب. ممكن يدخل حد جنب معاد حداد ويلعب حسين بن عياده ناحيه اليمين، لكن يوسف عشان اشول حتى لما كان بيلعب مش على عدلته لما كان بيلعب قدامنا، فهو يوسف الاساسي عنده هو اللي لعب اخر ماتشين في الدوري باك ليفت. في وسط الملعب ممكن عدلان كاديورا يرجع، يعني عدلان كاديورا ممكن يرجع لانه اخر ماتشين في الدوري ما لعبش، لكن هو لعب قدامنا.
الاثنين اللي قدام حسين سلمي، وده واحد من اللعيبه الممتازه جدا اللي هو رقم 8، وجنبه عبد الرؤوف بن غيس نعمل عليه دايره لانه واحد من كان بيلعب في الترجي التونسي وعنده دايما اختراقات وبيسدد، بيلعب ثمانية ودايما بيكمل يعني بيتحول كصانع العاب. الاثنين اللي قدام محمد بالخير ده ما كانش موجود في الماتش الاولاني، هيبقى موجود في المباراه دي بتاعت يوم الجمعه، لعيب برده ممتاز ودايما عنده اختراقات ومهاري. نيجي بقى للناحيه الثانيه عبد الرحمن، اخطر اثنين عندهم قدام عبد الرحمن مزيان وده واحد من الناس المهمين جدا، ووامبا اللي هو المهاجم الكاميروني اللي انا مش عارف سنه 21 سنه ازاي مكتوب في المواقع. انت بتشكك في سنه؟ ايه؟ ده رقبته لوحدها 51. رقبته لوحدها 51. والله بفتح عشان نحضر فبقول لكريم هو ليه عنده 21 سنه؟ ازاي عنده 21 سنه؟ يا ابني هو في لعيب في افريقيا ورينا اللقطات اللي عندك برضو يا نستعرض الماتش الاخير. خلينا نشوف الماتش الاخير يا سمير لو سمحت. كريم واحنا واحنا لغايه لما نجيبوا لنا الماتش شغال. طيب يلا اتفضل. احنا طبعا يا كابتن سامع اكيد كل الناس اتفرجت على الشباب الزويد هنا، بس احنا عايزين نقول ان طبعا شباب الزويد الماتش لعب برج العرب، لعب باكيتا، لعب بتكتيك كان واضح جدا زون ديفنس، والله زمان يا سلاحي وانا عايز اطلع بنقطه. برضه هو كان مغلوب من مدياما، والفريق فعلا بكل امانه برضه عنده مشاكل في الدوري الجزائري وواضح هو بعيد، يعني هو الفريق بيحتل المركز الثاني. بس اعتقد كمان المتصدر عندهم عنده ماتش مؤجل فهيفتح الفجوه لثمان نقط، فالدوري خلاص هو راح منه. هو طبعا واضح جدا جدا ان هو في الجزائر هيغير اسلوب لعبه، هنا هو بيلعب ماتشاته على ارضه، عنده نزعه هجوميه دي ما شفناهاش. بص وقف كده ثانيه يا كريم، ده 21 سنه ده يا حبيبي. ده بص اللي معاك كوره، ده بص كابتن اسلام لف افريقيا كلها. يعني شوف ياما شفت 21، لا ياما شفت 21ات كتير زي ده. كلهم كده يعني. طبعا موضوع حتى بصمه لزغه الايد دي مش عارف اذا كانت بتبين ولا لا، بس ما علينا يعني في الاخر هو الراجل. وده نجيل طبيعي برضو. نعم ده نجيل طبيعي. الميزه خلي بالك من الماتشات او يعني الجزائر دايما بتلاقي عندهم نجيل بس صناعي. بس بص بقى يا كابتن اسلام، دي اللعبه بتاعتهم المعتاده. اوكي. على طول بيتلعب الكوره على الجناح وبيستغلوا طبعا اللاعب اللي احمد سيد بيحبه وامبا، وبيتلعب له الكوره العرضيه ان هو راجل هيدر، راجل جسمه قوي جدا 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 ورقبته ايه. هو فعلا قوي وفعلا ما بيستلم الكوره داخل منطقه الجزاء بيعرف يلف المدافع، لان هو بنيه جسديه بصراحه ممكن فعلا لا تناسب سنه، بس في الاخر بص الهيد عامل ازاي، حاجه ده هم بيلعبوا عليه على طول. لعب مباشر على طول، تمريرات طوليه وعرضيات، كل لعبهم على وامبا قدام. فانت النهارده محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم عليهم دور كبير جدا. صحيح. في مراقبه وامبا ده بس بصوا خلي بقى في الحته دي، معلش لو ممكن سمير نرجع الحته دي، استعادتهم للكوره هم بيعملوا سريع جدا. بيعملوا ضغط كبير قوي على طبعا بصراحه كانوا بيلعبوا اخر عشان برضه الناس تبقى عارفه الفريق بيلعبوه ده اخر الجدول في الدوري الجزائري. ده صاحب المركز الاخير، فاكيد طبعا في فجوه في المستوى، كسبوا بس كتير. هنا هم متقدمين. الفكره في حته هو هيلاعبنا احنا ازاي؟ هيدي ده السؤال بقى عايزين نجاوب عليه. احنا بقالنا فوق الشهر بعيد عن الكوره بيلعبش، هم لعبوا 10 مباريات ورا بعض يا كابتن اسلام، رجليهم في الملعب. احنا لسه بنقول يا هادي وعايزين نحرك الموتور من اول وجديد وعندنا اصابات، فانا في وجهه نظري ربما يفضل مارسيل كولر ان هو يبقى هادي شويه ويزود نص الملعب، وزي ما قال ثابت لازم يكون مفهم المدافعين ان دي فرقه بتلعب على الكرات المباشر. العرضيه. والراجل اللي قدام ده فعلا لازم يتمسك، وانا اعتقد ان هم معانا هيبقى في جراءه وهيبداوا بشكل مختلف عن اللي بداوا فيه في ماتش برج العرب. نجيب الاهداف، نجيب اهداف الماتش. هو وامبا جاب جونين في الماتش ده، لو معانا الاهداف في هدف ضربه جزاء وهدف برضو اللي كان كريم بيتكلم عليه اللعب المباشر، يعني هدف جاي من اللعب المباشر وامبا الكاميروني. انا شايف ان الماتش ده مهم جدا، ان لازم كوره اهو، ده الجون الاولاني. دي ضربه جزاء، هي دي ضربه جزاء؟ ارجع كده، هي الاولانيه كانت ضربه جزاء لكن دي غريبه شويه. ماشي ارجع ماشي بص كده يعني ما ضربه جزاء. ضرب المهاجم وامبا ده بالمناسبه بيشوطها دايما في النص، بص كده تقريبا في النص، شوطها في النص برضه، بيحب هو زاويه يخلي الحارس. لا وهو كمان رجله مظبوطه على المرمى وهيدر كويس قوي، وبعدين عنده تقل فوق فمخلي الدنيا هاديه واقف. ده الجون الثاني بص هنا، ده المدافع بص بيعملوا دايما اللعبه دي، التمرير الطولي في ظهر المدافعين لوامبا، ده دايما اللعبه اللي بيلعبوا عليه. عشان كده عبد المنعم وياسر ومحمد هاني ومعلول لازم يخلوا بالهم من التمريرات الطوليه. اهي قدامنا نفس اللعبه بيلعبوها في كل الماتشات،
التمرير الطولي في ظهر المدافع في المساحه ما بين المساك والباب لوامبا اللي بيستلم كويس، وده ما شاء الله 21 سنه سريع. طيب اخيرا بقى عشان اسمع منكم انتوا الاثنين، يلعب الماتش من جمعه الراجل. تشكيل الاهلي الامثل من وجهه نظركم؟ انا اعتقد يعني ان شاء الله مصطفى شوبير حارس مرمى، اثنين مساكين ياسر ابراهيم عبد المنعم، باك يمين محمد هاني وعلي معلول، خط الوسط مروان عطيه امام عاشور، واعتقد هيتم توظيف قفشه ثالث معاهم. في القدام بقى هيبقى في خيارات كتير عشان احنا عندنا غيابات، ممكن اعتقد حسين الشحات، انا في وجهه نظري حسين او طاهر بقى عشان الدفاع، طاهر وحسين الشحات على الشمال، وكهربا ورضا سنين يبقى ورقه ممكن نستغلها بقى على حسن الله. نعم ومودس تبقى ورقه برضه، ومودس عندك يعني تشكيل مقارب لكريم محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد الشناوي مصاب حضرتك، سوري مصطفى شوبير مش محمد متعود الشناوي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، محمد هاني باك رايت، وعلي معلول باك ليفت، الثلاثه اللي في النص هيبقى ديانج، ولا ديانج برضو هيبقى مروان عطيه وامام عاشور وعمرو السوليه، عمرو السوليه وقفشه، لو عمرو السوليه جاهز هيبقى حلو في المنطقه دي في مركز 8، عمرو السوليه وقفشه، اللي قدام حسين الشحات ورضا سليم وكهربا. يبدا برضا سليم، هيبقى معاك موديست، معاك طاهر، معاك ديانج لو جهز، لو لحق ان هو يجهز، وعبد القادر اطلع احمد عبد القادر لو جاهز برضو. عموما كل يومين ونعرف ايه اللي هيحصل ومن سيفوز في هذه المباراه، نتمنى يا رب ان شاء الله ان يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ويستطيع الاهلي العوده الى ارض القاهره مره اخرى ان شاء الله، وبحوزته ثلاث نقاط هتودينا الحقيقه او هتقربنا او هتضعنا بشكل كبير جدا في المرحله القادمه ما بعد دور المجموعات ان شاء الله. كل التوفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا لك. كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.